اكثر من ينفع. ميدو بقاء او رحيل؟ انا بالنسبه لي نمشي شويه نشاطر شويه بن شابير في بعض من اللي قالوا رحيل اليوم في ظل كما نقولوا احنا بالعاميه تصالح اوكي، لكن كما يقول لك بالعاميه اللي في القلب في القلب، لانه شخص تحب مرتبابه اللي في القلب في القلب، انه شخص يهينك تقريبا بهذه الطريقه، مثل ما ليست اهانه، لكن إريك تين هاغ فكر في مصلحه مانشستر يونايتد، في مصلحه المجموعه التي يقودها من اللاعبين اكثر من تفكيره في انه يتعامل مع كريستيانو رونالدو. لذلك اليوم خروج رونالدو من مانشستر يونايتد، ذهابه لما لا نحو سبورتينغ لشبونه او نحو نادي اخر يلعب دوري ابطال اوروبا، سيكون نوع من المتنفس له، لانه لما تشاهد رونالدو منذ بدايه هذا الموسم الجسد في مانشستر والعقل في مكان اخر، رونالدو بعيد نفسيا وعقليا بعيد على مانشستر يونايتد. افهم من كلامك ميدو انك مع رحيل رونالدو لانه يستحق معامله افضل، يستحق نهايه مسيره افضل نعم. افضل نعم. مما يحدث له. تصور اليوم انه سبورتينغ يقدر ما يروحوش لا شامبيونز، 37 سنه تدرب نجم 5 مرات كره ذهبيه، ارقام كبيره، تدرب مع فئه اقل من سن اقل من 21 سنه نعم. لاول مره في مسيرتك يتم معاقبتك بهذه الطريقه وقتها في نهايه مسيرتك. ميدو أكبر خطأ ارتكبه كريستيانو رونالدو هو دخوله في صراع مع فلورنتينو بيريز، ومن ثم قرر الرحيل عن نادي ريال مدريد. لو كان بقي مع ريال مدريد لكان حطم أرقاما أخرى، ربما سيعجز أي لاعب آخر يأتي بعده أن يصل أو يقارب الوصول إليها. لذلك أكبر خطأ ارتكبه هو حتى هو في قرارة نفسه يدرك هذا الأمر، أكبر قرار سيء اتخذه كريستيانو رونالدو والخروج من ريال مدريد.